حضرتك قلت، اسمح لي بس اتوقف عند كلمه، حضرتك قلت انت مش محتاج عشان تطور سلاح بيولوجي الا عالم عنده ذمه خاربه، و اللي هو غرفه التكسر ولا اسمها ايه؟ يعني غرفه التكسر، معمل صغير كده صغير معقم بس. يعني معنى كده انه برضو كانت ال H1N1 انفلونزا الخنازير كانت بدات بهذه الطريقه عشان نضرب ونلاقي، فبعد كده نقول العلاج عندنا فنبقى فجاه مليارديرات. مليارديرات حضرتك انت، احنا مش هنقول ان احنا اللي عملنا، لكن هنبص للنتيجه. انت حضرتك تبحث عن المستفيد يعني، تعرف المجرم بالظبط كده. التامفلو النهارده بيترمى، ما حدش بيعبر، خلاص انتهت. طب احنا دلوقتي داخلين على الريميدي سيفير الامريكي اللي هو هيخلي، وفي كمان شركه المانيه اللي ينفع نقول اسمها كيورفاك، دي بتعمل دلوقتي لقاح على الكوفيد 19. الرئيس ترامب لانه في مأزق دلوقتي في امريكا في الانتخابات دلوقتي، لانه انتخاباته في نوفمبر هتبدا، وهو شعبيته مضمحله، طبعا امر بانه اشترى هذه الشركه باي ثمن. صدقني ولا مضمحله ولا بتاع، ده الامريكان يعني طالما عندهم المعونه بتاعه البطاله والاكل والشرب والبتاع هيفاجئوك ويختاروه تاني يعني. ما اعرفش، بس هو شعبيته علاقه باللي بيحصل في الدنيا. يمكن هو مؤشر، هو عندهم عموما مؤشر العلاقات او المؤشر النجاح بتاع الرئيس مختلف شويه، بس هو مش محبوب دلوقتي. طيب بس احنا ما كملناش حاجه مهمه، يعني الصين كانت بتعمل ابحاث على ده ايا كان السبب، لكن الطفرات عملتها امريكا علشان تاذي الصين. ليه بقى؟ لاني بس حضرتك قول لي عشان بس تبقى يعني يبقى انا فاهم صح. مش بتاذي الصين، هي هنا من حقها استخباراتيا انت بتعمل حاجه خطيره، صح؟ انا عندي في الاورو اسيا او الكازاخستان وجورجيا اللي هي محيطه بمنطقه الاورو اللي هي حوالين روسيا، ليها معامل سريه دي معروفه واتكلموا عنها، ليها معامل تبع السي اي اي، معامل سريه امريكيه تتبع المخابرات الامريكيه وقريبه من المنطقه. هنا انت بتعمل بتعمل ايه بقى؟ اسلحه بيولوجيه. بتعمل اسلحه بيولوجيه ومحدش يقدر يقترب من اهل البلد يخش فيها، دي حاجه تبع المخابرات الامريكيه. فهل ترى ان يعني من منطلق الردع مثلا، عشان لو التاني بيجهز انا جاهز، ابقى جاهز انا، هل تظن حضرتك ان انا يتنامى الى علمي ان الصين في هذا المكان بتعمل حاجات معينه انا هستنى لما تنتج، ولا ابدا ان انا اوجه ضرباتي؟ ده احنا بنتكلم بالمنطق. طب ضرباتي دي ممكن تكون متمثله في ايه؟ متمثله في ايه؟ اني ممكن احاول اسرب الفيروس ده، وخصوصا ان السوق بتاع ويهان على بعد 35 كيلو بالظبط من المعهد ده. يعني اذا المعهد الامريكي ده، المعهد لا السري، المعهد اللي هو بتاع ويهان اللي بتعمل فيه الابحاث، على بعد 35 كيلو من السوق العظيم بتاع ويهان اللي بيشتروا منه ويعملوا منه. أيوة بس ما اقدرش ان انا اخترق هذا واروح احطها في انا مين؟ انا امريكا. انا امريكا طبعا من المعامل بتاعه الصين اللي هي بتطور بيها طبعا، وامريكا تغلب في هذا الامر. انا في عناصر كتير من الجيش الامريكي كانوا موجودين في الجهاز الرسمي ومخابرات سبب العدوى لما رجعوا وكده. طب انت بص للنتيجه، لما حصل خراب للصين مين اللي كسب في هذه اللحظه؟ ساعتها كانت امريكا، أمريكا في الاول كسبت بشكل رهيب، لان كل الطلبات بقت على الانتاج الامريكي تحولت كلها طبعا، صح؟ اه هل تظن ان امريكا ما تعملش كده؟